تعتبر الصناعات الصيدلانية من أهم القطاعات الصناعية نظرا لارتباطها بقطاع حساس مثل الصحة. الجزائر اليوم تسعى لتطوير هذه الصناعات موازاة مع استراتيجية خفض واردات الأدوية. أحمد رشدي يفصل في الموضوع. سوق الأدوية بالجزائر أو المعادلة الصعبة عرفت مؤخرا بعض الانفراج من خلال السعي لخفض واردات الأدوية وبناء قاعدة صناعية محلية. في هذا السياق سجلت سوق الأدوية بالجزائر مؤشرات إيجابية عديدة. إعداد قائمة من 370 دواء ممنوعة من الاستيراد، تراجع قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال السدس الأول من العام الجاري بنسبة 30.05%، تراجع كمية المواد الصيدلانية المستوردة بقرابة 13.5 طن. وفي الشق المتعلق بالهياكل والاستثمارات سجل القطاع ما يلي: اتجاه الدولة إلى إسناد عملية تسيير الصيدليات العمومية لمهنيين فيما تتكفل هي بالإنتاج، الشروع في إنجاز 5 مصانع جديدة للأدوية عبر الوطن، وانطلاق الأشغال في 3 مصانع خاصة بالأنسولين، أدوية السرطان والأدوية الجنيسة، رفع طاقة مجمع صيدل خلال 5 سنوات المقبلة إلى 260 مليون وحدة. خطوة مهمة في مسار ترقية القطاع وتلبية احتياجات المواطن الجزائري، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب. القطاع الصيدلي لما بيرتفع الاخرين نقولوا راه في طريق سليم، راه يخدم يعني اكثر من تقريبا 200 برودوي يعني جينيريك، عنده ثاني استثمارات مع اكبر مخابر دوليه، ولكن لازم نشوفوا ضروريا يعني لافروش يعني نظره سياسه تاع الادويه في الجزائر. بين المطلوب والواقع خطوات كثيرة يجب على قطاع الصحة في الجزائر أن يخطوها كي لا يقع في مشكلة، فخفض الواردات لا يعني الحل ما لم يتم إرساء قاعدة صلبة للصناعات الصيدلانية، فمتى يتحقق هذا؟